مروان دادان طالب جامعي طبعا، كنمثل الطلبة المكفوفين داخل حي الجامعي. طبعا جات الوقفة من بعد سلسلة من إقصاء وتهميش اللي تلقينا من السيد المدير بعد ما جاء سنة 2019 بدل الهيكلة ديال الحي الجامعي على مستوى الموظفين وما داك الشأن الداخلي ديالهم، وتبدلت طبعا معاهم معنا حنا حتى المعاملة. طبعا المعاملة اللي فيها خرق سافر لكل القوانين والاتفاقيات الدولية اللي صنع لها المغرب، ولا حتى قوانين الإطار اللي كاينة هنايا اللي كتحمي الأشخاص الفضيعة الإعاقة والمكفوفين بصفة خاصة. شنو هما المشاكل اللي كتلقاوها؟ هو كاين المشاكل، هو أننا كتحس بواحد كاين واحد الحقد دافين زعما كاين المكفوفين ما عرفت علاش. وثانيا هو انه الاقصاء، ملي كنقول اقصاء يعني كاين الطرد والمنع، وكاين بزاف العراقيل باش انك تسجل. وهاد الامور صبرنا عليها عامين، ولكن العام الثالث بان السفحلات وبان لنا اننا العام الجاي ممكن اننا ما نتسجلوش. علاش؟ شنو هو السبب؟ والله ما عرفنا السبب، والله ما عرفنا السبب بالضبط، ما عرفنا السبب. هضرتوا مع الجهات المسؤوله؟ جات المسؤوله، حنا يلا رسلنا مراسله. كان مشكل هذا العام راه باش حيت ما بغيناش نكبروا يعني، كان مشكل هذا العام ذاك العام باردون كان المشكل ذاك العام. رسلنا لونوس كي هي المكتب الوطني للاعمال الاجتماعيه والثقافيه، ودو مع السيد المدير وتردع نوعا ما، ولكن غير جا هذا العام عاوتاني عاود تعاود نفس المشكل. دونك حنا ماشي اشاك اني في دوبي ديال لا سيزون غنبقاو نعاودوا نفس لي بروسيدور. اللهم قررنا اننا يعني لانه احترمناه ويعني ولجأنا لكل السبل، ولكن هو لم يحترمنا بالقط. شنو هو الطلب ديالكم؟ الطلب ديالنا اولا ان يتحل جميع المشاكل ويقوموا غير احترام القانون، تطبيق القانون، راه ماشي شي حاجه تمييز لا امتياز لنا. راه كاين قوانين اطار ديال 13 97 13 0581 اللي خاصين بالاشخاص، القوانين اللي خاصين بالاشخاص في ذوي الاعاقه والمكفوفين ضعاف البصر، تم التطبيق ديالها لا اقل ولا اكثر. وحنا السيد المدير المحاسبه كتبقى للمؤسسات اللي تابع لها هو. معكم عبد الصمد ام سعدان، حصل على اجازه في الحقوق. الاشكال اللي عندنا اليوم مع هذه المؤسسه هو مع الاداره ديالها بالضبط، اللي اليوم يعني تقريبا هذه واحد 3 سنوات وحنا كان معها في معاناه. في كل ما يعني كتحل هذه المرحله من السنه اللي هي ديال التسجيل العادي ديال الطلبه، هاد الناس ملي كنجيو كيقول لك لا، كيبداو يدخلوا لنا في اعتبارات اخرى اللي هي ديال السيستم جديد ديال لونوس ديال الاحياء الجامعيه، المكتب الوطني للاحياء الجامعيه حقا راه جاب قوانين جديده، جاب نظام جديد. كنقول ما ودي حنا راه فئه استثنائيه، عندنا قوانين كتنظمنا، كاين اتفاقيات اللي مصدقه عليها الدوله، كاين دستور اللي كينظم وكيعطي الحق والاولويه للاشخاص في وضعيه اعاقه للاستفاده من جميع المؤسسات ديال الدوله دون قيد او شرط، وتعطاهم الاولويه. هاد الناس كيضربوا في عرض حائط هاد الاشياء، كيجي كيناقش معاك سيستم جديد تيقول لك اودي انا ما يمكنش نقبلك، ما عنديش دوزتي الحق المنضه ديالك 3 سنين ما يمكنش تفوت من ما اكثر منها. وهذا هو الاشكال اللي عندنا مع هاد الناس. ومن ديك الاشكال الاكبر انهم ما كيجيوش معاك حتى للحوار، ملي كتجي كتبغي تطالب يعني انك تناقش مع الاداره ولا شي حاجه كيحبسوك يعني الحرس الخاص ديالهم، كيحبسوك الحرس الخاص ديالهم على اساس انك ما تدخلش حتى للحرم الجامعي دي بصفه نهائيه، تعليمات انهم يمنعونا عند الباب. يعني كاين واحد الزميل ديالك قال لنا بان كاين الطرد، الطرد من اي ناحيه؟ كدار ديك الطرد التعسفيه، يعني كيقلبوا لك على كما كنقولوا حنا اتفه، هي حاجه باش انه يكون داك الشيء. يعني ما غاديش نكروا ان دوزنا مدراء قبل كانوا في هذا الحي الجامعي وادارات سابقه كانت علاقتنا بهم جيده، لدرجه ان الناس كانت يعني دوزات المرحله ديالها، منهم الناس اللي توظفوا وزكوا سلك الشغل وما بقاش عندهم علاقه بالحي الجامعي. حنا يعني كذلك كم على المنوال ديالهم حتى حنا كنحاولوا نستافدوا من هذا الجانب هذا ديال السكن الجامعي، على اساس ان الناس كتستافد ماشي للغايه ديال انك تجي المتعه هنا. راه معروف ان طلبه جامعيين راه انسان كيقلب على راسه وكيقلب على افاق وتكوينات اكاديميه عليا على اساس انه ياهل راسه ويأهل ويطور الامكانيات ديالو. اليوم كنلقاو هاد العراقيل من هاد الناس اللي ما عرفش الصراحه كيضربوا في عرض الحائط جميع القوانين والكرامه ديالنا وبزاف بزاف الاشياء. يعني كتقولوا بانكم انتم بغيتوا تستافدوا من الحي الجامعي؟ تماما تماما، هذا هو الاشكال اللي عندنا معاهم. هما كيقيدوها يعني بنظام الداخلي ديالهم ديال الحي الجامعيه، تقول لك لا احنا علما اننا احنا اصلا منذ دخلنا لهذا الحي الجامعي، يعني منذ دخول اول فوج ديال الطلبه المكفوفين في هذا الحي الجامعي دخلوا تحت باب القوانين يعني وهاد الانظمه اللي كتدعم الوضعيه ديالهم يعني دون قيد او شرط.
ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.